القصص اللي نحكيهم للدراري الصغار فيهم عدة مخلوقات عجيبة. في شمال إفريقيا كاين وحشين يستعملوهم بزاف في الحكايات واللي نخوفوا بهم الأطفال، واللي هما الغول والغولة. الحكايات الشعبية الشفهية الغير المكتوبة كانوا متنوعين بزاف عنا بكري، وحتى ابن خلدون لاحظ هذا الشيء وقال بلي لو كان كتبناهم في ورق لعمرنا بهم شحال من مكتوبة. الغول والغولة نلقاوهم دايما في حكاياتنا، يقولوا بلي يعيشوا في عالم سحري وغريب اللي ماشي بعيد علينا، جاي تحت الأرض ولا تحت البحر. هاد العالم التحتاني ما فيش بزاف الضوء، على بها الغول والغولة غالبا ما يشوفوش مليح وفيهم كل عيوب. يقولوا بلي الذكاء ديالهم محدود جدا ويحبوا غير ياكلوا، خاصة الجيفة واللحم الني، وياكلوا حتى الإنسان. الغول والغولة يخرجوا متخبيتهم غير في الليل لابسين الجلد، وعامة كيبانوا يدور الحال ويجي الرعد الشتاء والعواصف. بالصح الغولة هي دايما أكثر خطورة في القصص تاوعنا، بالأمازيغية يعيطولها تريال. الغولة تدور في الليل في الغابة في الكهوف ولا قدام العيون تاع الماء، تحوس على الأطفال باش تخطفهم، ساعات في باب دارهم. يقولوا بلي الغولة تحب اليتامى والبنات اللي بعدوا بزاف من الدار ولا الولاد اللي ما يخافوش. وغير الجدة اللي تعرف مليح كل حكاية تاع الغول والغولة. كان شوية مدحين اللي كانوا يحكيوهم في السوق ولا القهاوي، صح ماشي كيما الجدة في الليل ودايرين بها كامل حفالها. كان شحال من حكاية تاع الغولة في التراث المنسي ديالنا، ودايما نلقاو طفل صغير اللي حاربها اسمه عامة مقيدش ولا حديدوان على حسب المنطقة. مقيدش يعرف يغلب الغولة بذكاء على خاطر هو شاطر وفايق، على بها يعيطولو مقيدش بالهموم ما يرقد ما يجيه النوم. وفي القصص تاوعنا كاين تاني اللونجا، الأميرة الزينة اللي تخطفها دايما الغولة ويجي الأمير الشجاع يسلكها. هاد الحكاية الكل يتبدلوا شوية مع الوقت والمنطقة ويمشيوا هكذا من جيل للجيل. اليوم نقدروا نشوفوا الحكاية تاع الغولة ومقيدش واللونجا في المسرحيات ولا في الكتوبة، نستعملوهم لتربية الأطفال وتاني باش ندوموا الهوية والعالم الخيالي المحلي ديالنا. ومنحكي على الزمان محل المحاجيات والحكايات من عند البركات في ديالي يبهو فيهم السهرات.